بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: من هو أشرف المرسلين؟ نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة والتسليم. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. قول المؤلف رحمه الله تعالى: باب المواقيت. المواقيت جمع ميقات، وهو الوقت، الوقت الذي يحرم منه المرء، أو المكان الذي يحرم منه المرء. فالمواقيت مكانية وزمانية. المكانية هي المواقيت التي ستأتي في هذا الحديث والحديث الذي بعده، والزمانية هي الوقت الذي يحرم به الحاج، من أراد حجا متى يحرم، ومن أراد عمره متى يحرم. فالزمان والمكان يسمى مواقيت. مواقيت الحج الزمانية هي شوال وذي القعدة والعشر الأول من ذي الحجة. والمواقيت المكانية هي ذي الحليفة والجحفة وقرن المنازل المسمى بالسيل ويلملم. هذه أربعة مواقيت ثابتة في حديث ابن عباس. والميقات الخامس ميقات أهل العراق كما سيأتينا، هل هو من توقيت النبي صلى الله عليه وسلم أم هو من توقيت عمر بن الخطاب رضي الله عنه؟ نعم. مقدمة. المواقيت جمع ميقات، وهي مواقيت زمانية ومكانية. زمانية في الزمن، شوال ذي القعدة وذي الحجة، والمكانية في المكان، ميقات أهل المدينة أين هو، ميقات أهل العراق أين هو، ميقات ذي الحليفة، ميقات أهل اليمن أين هو، وهكذا. نعم. فالزمانية أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر من ذي الحجة. هذه الأشهر، هذا الزمان، هذه المواقيت الزمانية. فلا ينبغي للمرء أن يحرم قبل شوال في الحج، يحرم في رمضان في الحج، لا، يكون أطال على نفسه وشق على نفسه. أما العمرة فليس لها وقت محدد. نعم. والمكانية ما ذكرت في هذين الحديثين الآتيين. الحديثين الآتيين حديث ابن عباس رضي الله عنهما وحديث عائشة رضي الله عنها. نعم. وجعلت هذه الحدود مواقيتا لتعظيما للبيت الحرام وتكريما، ليأتي إليه الحجاج والمعتمرون من هذه الحدود
معظمين خاضعين خاشعين. ولذا هذه المواقيت المكانية عبارة عن حواجز وحوافز وأمور وصيانة للمسجد الحرام، فالله جل وعلا صان الكعبة بالمسجد الحرام وصان المسجد الحرام صان المسجد الحرام بالحرم، حدود الحرم مكة، وصان الحرم بماذا؟ بالمواقيت. فهذه المواقيت جعلها الله صيانة للمسجد الحرام وحماية له. ومن تعظيم الله جل وعلا للمسجد الحرام أنه لا ينفر صيده، الحمام لا يتعرض له، تكريما وتحريما للمسجد الحرام، وإلا حمام الحرم وغيره سواء عند الناس، لكن لا يجوز للمسلم أن يقتل حمام الحرم، لكن لو طلع إلى الحل أيقتل؟ نعم يقتل، ما له كرامة حمام، لكن حرمته حينما كان داخل الحرم. كذلك الشوك لا يعضد، والشجر لا يقص منه شيء، لا سواك ولا غيره. الشجر يحترم ولا يؤتى، لكن شجرة نبتت بالحرم وشجرة مثلها خارج الحرم، هل لي أن أقصر أو أخذ من الشجرة التي خارج الحرم؟ نعم، لأنها لا كرامة لها ولا حماية، وإنما الحماية لمن نبتت في الحرم. فالحرمة لبيت الله جل وعلا، حرم الله الكعبة من أن تستهان، وحرم الاستهانة بالحرم بالمكي، وحرم الاستهانة بحدود الحرم. أما خارج حدود الحرم فلك أن تأخذها وإن كانت في صيانة من الغير الناس من الناس، لأنها ليست داخل حدود الحرم. نعم. ولذا حرم الله ما حوله من الصيد وقطع الأشجار، لأن في ذلك استخفافا لحرمته وحطا من كرامته. والله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا ورزق، يحبون الناس المجيء إليه ويتشوقون إليه ويودون أن لا يخرجوا منه، وفيه الأمان والأمن. كان الرجل في الجاهلية يلقى قاتل أبيه أو قاتل ابنه ولا يتعرض له من سوء لأنه في حدود الحرم. فمع الأسف الشديد كانوا في الجاهلية يعظمون الحرم أكثر من تعظيمنا له. ولما نحن لا نعظمه؟ لجهلنا. ولا فما معنى إن الجاهلية يعظمون الحرم ونحن إذا وجدنا الحاج أثرنا عليه، سرقنا ماله، أخذنا حذاءه، تعرضنا له بسوء؟ لا يجوز لنا ذلك، لأنه ضيف الله وكريم على الله جل وعلا. والنبي لوط عليه الصلاة والسلام نهى قومه أن يتعرضوا لأضيافه، قال هؤلاء ضيفي فلا تخذوني فيهم، لا تهينونهم، لا تقولون نريد أن نفعل بكم الفاحشة، هؤلاء أضيافي وأضيافي لهم حق علي وعليكم. فكذلك هؤلاء الحجاج والمعتمرون والقادمون إلى مكة لهم كرامة، حتى وإن كان قادم للتجارة أو للبيع والشراء
أو للدراسة أو لأي شيء فله كرامة البيت، يكرم من أجل كرامة البيت الحرام. فكانوا في الجاهلية كما ذكرت يلقى الرجل قاتل أبيه يقول شوف هذا قاتل أبوك، وما تعرض له بالحرم، لكن لو خرج هو إلى خارج الحرم على طول يضربه بالسيف أو بالبندقية ويقتله، لكن ما دام داخل الحرم ما يتعرض له. هذه من إكرام الله جل وعلا وكرامته للبيت العتيق للكعبة وما حولها. والذين يهينون البيت أو يهينون الوافدين أو يغلبونهم في بيع أو شراء أو يؤذونهم في سكن أو يجاهرون معهم بما لا يحبونه، هؤلاء تسلطوا على بيت الله الحرام. ما أهانوا هذا الرجل الأندونيسي أو الشامي أو المصري أو باكستاني، لا، وإنما هانوا بيت الله بالحرم، بيت الله الحرام. يجوز لنا أن نهينه أو نهين من فيه، فله الكرامة والضيافة والحب والولاء ولا نتعرض له. الشوك الذي يؤذي ما نتعرض له إذا كان بالحرم. الطير لا يؤذى ولا يضال له شيء ولا يؤكل، ومن قتله فلا يحل له. حمامة مثلا صاد داخل الحرم ما يجوز أن يأكله، حرام عليه وحرام عليه صيادته، ويجب أن يبتديها. حمامة أختها صاد خارج الحرم لو أن يطبخها ويذبحها ويأكلها وكذا وكذا إلى آخره، لأن الحرمة ليست للحمامة وإنما الحرمة للمكان، لمكان الحرم. فالواجب على المسلم، أي مسلم، أن يحترم الحرم ويحترم أهله، سواء كانوا من المقيمين فيه أو من الوافدين أو ممن جاء لحج أو عمرة أو جاء للتجارة أو جاء للزيارة أو جاء لطلب العلم. أي وافد داخل حدود الحرم له حق الإكرام عند جميع من كان في الحرم وغيره. والله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا ورزق مثابة تهوى إليه الأفئدة. لو خرج يقام في مكة سنة، قصد الحج والعمرة، قام مكة سنة ثم خرج، إذا وصل إلى التنعيم يود أن يرجع. هذه جعلها الله جل وعلا في كل مسلم يحب البيت، ما يحب أن يغادر، مثابة للناس تهوي إليه أفئدتهم، وأمنا يأمن فيه الإنسان على نفسه وعلى ماله، ولا يحتاج إلى حراسة ولا شيئا من هذا. لكن لما ضعف الإيمان وقلت المروءة عند الناس صاروا يتحينون الفرص ليؤذوا حجاج بيت الله أو ليؤذوا سكان بيت الله، سواء كان حاج أو معتمر أو قادم لغرض من الأغراض، فله الكرامة ما دام في مكة. نعم. والله سبحانه وتعالى جعله مثابة للناس وأمنا ورزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. رزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون، هذه نعمة من الله عظيمة. تجد الفواكه والتي تباع في الأسواق تباع في مكة بأرخص من قيمة مكان إنتاجها، تجدها رخيصة
وتجد الأطعمة والخيرات متوفرة في مكة نعمة من الله جل وعلا، تجد الطعام يعرض على هذا فلا يريده لأنه شبعان والآخر مثله، قل أن تجد الجائع في البيت الحرام يهدى إليه الطعام ويعطى كل شيء. الفواكه تجدها توزع على الحجاج وغيرهم والمقيمين في مكة، المشروبات العصائر عصائر التفاح والبرتقال تجدها توزع تشترى بدراهم كثيرة وتجعل لحجاج بيت الله الحرام، هذه نعمة من الله جل وعلا. تجد الفقير يأكل ويشرب وهو مطمئن ما لا يحصله الغني في بلاد بعيدة، تجد اللحوم الآن في مكة يشترى اللحم بأغلى الأثمان ويعطى للفقير ليأنس به، تشترى الفواكه بأغلى الأثمان وتعطى للفقير ليأنس بها، تجد الفقير يتلذذ بالأكل والشرب أكثر مما يتلذذ الغني خارج مكة. الغني قد لا يحصل له يوميا تفاحة واحدة برتقالة واحدة، بينما الفقير عنده جم، عنده تفاح وعنده برتقال وعنده نعم، يخرج للمسجد الحرام يجد التضيع في الطريق، هذه نعمة من الله جل وعلا اختص بها أهل الحرم، فيجب علينا أن نقدر هذه النعمة ونقوم بحقها. التقيت بأحد العلماء فقال أنتم يا أهل مكة ليس عليكم هدي، ساقط عنكم الهدي، قلت ولنا لفقيرنا هديكم، لفقيرنا هديكم، فقيرنا ما عليه هدي ولا غنينا، لكن فقيرنا يستمتع بهديكم وأنتم ما تقربونه ولا تأكلونه، هذه نعم عظيمة، ولفقيرنا هديكم، هدي الجبران وهدي التمتع وهدي القران كله يتمتع به أهل مكة، ولا يجوز أن يخرج منه شيء إلا إذا ذبح في مكة، استمتعوا به أهل مكة فقط، هذه نعمة عظيمة لأهل مكة، لو قدروها حق قدرها لنالوا سعادة الدنيا وسعادة الآخرة، لكن مع الأسف بعض أهل مكة ما يقدر هذه النعمة، وبعض الوافدين وبعض الأخيار ما يقدرون هذه النعمة وهم أخيار، يقول اغلبوا هذا المكي، اغلبوا هذا المعتمر، اطلب منه 20,000 بينما تجب عليه 10,000، هذا حرام عليه ولا يجوز، بل يجب عليه أن يتساهل معه ولا يأخذ منه إلا ما وجب عليه شرعا، لا يجوز له أن يأخذ الأجرة كثيرة عليه، وإنما يأخذ بقدر الحاجة. وهل يؤجر بيوت مكة؟ عند كثير من العلماء لا يجوز تأجيرها، قيل للإمام أحمد رحمه الله إن فلانا من تلامذته ومن العباد هرب بالأجرة، ما دفع أجرة، سكن في مكة ولا دفع أجرة، فضحك الإمام أحمد تبسما معجبا بفعله، لأنه ما يلزم أن يدفع الأجرة لأهل مكة، لأن أهل مكة يجب عليهم أن يبذلوا السكن مجانا، يجب عليهم أن يبذلوا السكن مجانا ولا يؤجروا، هذا عند بعض العلماء، وبعضهم يجوز أن يؤجر أهل مكة.
فأهل مكة كرمهم الله جل وعلا وأكرمهم رسوله صلى الله عليه وسلم، لكن الكثير منهم ما قام بحق الله بهذا، والكثير من غير أهل مكة ما قام بحق أهل مكة، فكلهم أضاعوا هذا الحق. والويل ثم الويل لمن أهان مكيا لأنه مكي، أما إذا أخطأ فنعم يؤخذ الحق منه، وإذا لم يخطئ فلا يجوز لنا أن نهينه ولا أن نغشه ولا أن نأخذ منه أجرة زائدة ولا نأخذ منه شيئا لا يحل لنا، لأن حرمته كحرمة مكة. أين أهل مكة؟ كل من كان في مكة فهو من أهل مكة، ما يقال هذا خاص بأهل مكة، أهل مكة كل من كان داخل الحرم فهو من أهل مكة. إذا كان داخل أميال الحرم فهو من أهل مكة، وإذا خارج أميال الحرم فليس من أهل مكة. أهل مكة من داخل أميال الحرم يحترم ولا يهان ولا يغلب في بيع ولا في شراء ولا في أمر من الأمور حتى يخرج من مكة، فإذا خرج من مكة فشأنك به، لكن لا تظلم المسلم أيا كان في مكة أو لا، لكن ظلم المكي شديد لأنه أهانه وهو في بيت الله جل وعلا. فحري بنا أيها الإخوة أن نستشعر هذا الأمر دائما وأبدا. يقول هذا أخطأ علي لكنه من أهل مكة أنا أسامحه، هذا غلبني لكنه من أهل مكة فأنا أسامحه، وكل ما سمحت مكي فتطلب الثواب من الله جل وعلا، وهو إذا سامحك ينال الثواب من الله جل وعلا. وارزق أهله من الثمرات، الله جل وعلا قال وعدهم بالرزق، وإبراهيم عليه السلام دعا لأهل مكة، ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم دعا لأهل المدينة وقال اللهم إني أدعو لأهل المدينة مثل ما دعا به إبراهيم لأهل مكة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فيجب على المسلم أن يعظم ما عظمه الله وما عظمه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وارزق أهله من الثمرات لعلهم يشكرون. أنت ما يجب عليك أن تعطي صاحب مكة حلالك ولا مالك، ولكن يجب عليك أن تلطف به ولا تغلبه في بيع ولا شراء، وإنما تعطيه حقه كاملا خشية أن يكون تظلمه، فالويل لك إذا ظلمته. عن ابن عباس رضي الله عنهما. الأمر مطلوب، للمكي عليه حق، وصاحبه الذي يتعامل معه عليه حق، وكل واحد منهم يجب عليه أن يعطي الحق الذي عليه، فلا يجوز للمكي أن يكذب على من يريد شراءه وبيعه أو شيئا من ذلك، كما لا يجوز على القادم إلى مكة أن يظلم أحدا من أهل مكة. لو أن الناس قاموا بهذا لسعدوا في الدنيا والآخرة، ولا حسنت أحمالهم ولا يسرق منهم شيء، لكن المشكلة أن الإنسان لو نزل حذاءه في سارية من السواري وذهب ليطوف أو ليسعى لما إذا جاء لم يجدها سرقت، هذا ظلم، لا يجوز سرقة متاع الوافد المكي سواء كان من أهل مكة أو جاء إلى مكة، لأنها حرمته
تعرض وتجب متى؟ إذا كان في مكة. لو أنه الآن قدم إلى مكة ولا يعرف منها شيء فله حرمة وكرامة ما دام الآن في أرض مكة، لعلهم يشكرون. فالواجب على أهل مكة الشكر لله تعالى، والواجب على من يتعامل معهم أن يعطيهم حقوقهم كاملة غير منقوصة. نعم. عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. متفق عليه. هذا الحديث عن ابن عباس رضي الله عنهما، ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله عنهما، لأنهم اثنان، هو أبوه، وأما جده لا فلا نترضى عنه، لأن جده مات في الجاهلية، مات في الكفر رضي الله عنهما. وأما عبد الله ابن أبي بكر الصديق رضي الله عنهم، فنقول رضي الله عنهم لأنه هو وأبوه وجده من الصحابة رضي الله عنهم. لما جيء لأبي بكر رضي الله عنه جيء بعبد الله بن قحافة، أبي قحافة والد أبا بكر، والد أبي بكر رضي الله عنه، وإذا رأسه ولحيته كالثغامة بياضا، أبيض الرأس أبيض واللحية بيضاء وهكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: غيروا هذا وجنبوه السواد، غيروا هذا وجنبوه السواد. وقال: هل لا تركت الشيخ في بيته ونحن نذهب إليه؟ يقول الرسول عليه الصلاة والسلام تكريما لأبي بكر، يقول: لو تركت أباك في بيته ما يحتاج أن تحضره عندي، أنا أروح إليه عليه الصلاة والسلام. وأسلم رضي الله عنه يوم الفتح، تأخر إسلامه حتى أسلم يوم الفتح رضي الله عنه. أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، وقت لأهل المدينة جعلها ميقاتا لهم. أين ذي الحليفة؟ يبي جوار المدينة 13 كيلو، والآن اتصلت مساكن وأماكن ذي الحليفة والمدينة سواء بلد واحد، ما في بر بينهما، وهي البعيد أبعد المواقيت من مكة، تبعد عن مكة 120 كيلو. إذا أحرم الحاج أو المعتمر يحرم من المدينة عبارة. ولأهل الشام الجحفة، أهل الشام في ذاك الوقت حرب على الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، لكن هذه من علامة نبوته صلى الله عليه وسلم، أنه أخبر عن شيء لم يقع فوقع كما أخبر. مكة حرب للرسول صلى الله عليه وسلم، لكن من أراد الإحرام من غير مكة فعليه أن يحرم من هذه الأماكن، إن كان من أهل المدينة فليحرم من ذي الحليفة، فيها شجر ذي الحليفة، شجيرات صغيرات، قالوا على الحلفة
الحلفة، فكانت تسمى بذي الحليفة تصغير حلفة ذي الحليفة. فقال عليه الصلاة والسلام: أهل المدينة يحرمون من هذا، ولأهل الشام الجحفة. الجحفة لأهل الشام بعد ما يتجاوزون المدينة، إن مروا بالمدينة فيحرمون منها، لكن إذا ما مروا بالمدينة جوا على طول على الجحفة فيحرمون منها. إذا جوا من طريق الساحل أهل مصر وأهل المغرب وأهل الأردن وأهل الشام وغيرهم يحرمون من الجحفة، من الجحفة. ولأهل نجد قرن المنازل، اسمها قرن المنازل، وكانت تسمى السيل، تسمى الآن السيل، لأن فيها أودية تكون مليئة بالسيل أكثر الأوقات. قرن المنازل. ومثلها لأهل نجد وادي المحرم، يسمى وادي المحرم، وهو قرن المنازل سيئا، لأن هذا الوادي مستطيل، فإن أحرم من أعلى أحرم من قرن المنازل، من أسفله أحرم من قرن المنازل، وإن أحرم من أعلى أحرم من وادي المحرم. ليس ميقاتين، وإنما هو ميقات واحد على حسب مجيئه، إن جاء من أسفل الوادي فإنه يمر بالسيل ويحرم منه، جاء من أعلى الوادي فإنه يمر بوادي المحرم ويحرم منه. ولأهل اليمن يلملم، اسمه يلملم، ألملم أو يلملم، هذه قرية في طريق القادم من اليمن، إذا وصل إلى هذا المكان أحرم منه. قال عليه الصلاة والسلام: هذه المواقيت لهذه البلدان هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن. جاء صاحب اليمن، جاء من جهة الطائف، يعني في طريق من اليمن للطائف، فجاء من جهة الطائف، هل يذهب إلى يلملم يحرم منها؟ لا، يحرم من ميقات أهل الطائف، وهو قرن المنازل أو وادي محرم. جاء صاحب نجد على الرياض أو القصيم أو ما حولها، جاء وزار المسجد النبوي وأراد الذهاب إلى المكة، يقول: أنا أذهب للسير أحرم منه؟ يقول: لا يا أخي، أنت الآن في المدينة، فيلزمك أن تحرم من ميقات أهل المدينة وهو ذا الحليفة. جاء صاحب الشام ومصر وغيرها من تلك البلاد، جاء عن طريق المدينة، منين يحرم؟ من طريق المدينة، ولا ينتظر للجحفة. والجحفة سميت هذا بهذا الاسم لأنه أتاها السيل فجحفها، أخذها كلها، ذهبت الجحفة. فإذا جاء أهلها
بعد جحفها بالسيل يحرمون من مكانها أو يحرمون من أقرب الأماكن إليها وهي رابغ. الجحفة جحفها السيل وذهبت، وكانوا يحرمون من خارج الجحفة يعني من رابغ في أقرب الأماكن إلى الجحفة. هن لهن لهن لهذه البلدان ولمن أتى عليهن من غيرهن إمن أراد الحج أو العمرة. فمن أراد الحج أو العمرة يلزمه أن يحرم من هذه الأماكن إن جاء عليها، وإن لم يأتي على محرم ميقات بلده يلزم أن يحرم من الميقات الذي يمر به. ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، جاء من وادي فاطمة، جاء من جدة، جاء من كذا، جاء من كذا، يحرم من مكانه لأنه دون المواقيت. أما إذا جاء من جدة وقد جاء من خارجها فيلزمه أن يحرم من الميقات الذي يمر به، ولا يحرم من جدة لأن جدة ليست ميقاتا. الميقات يتميز عن غيره بأن من جاء من جهته أو وراءه أو دونه يحرم منه. أما إذا جاء من خارج ولم يحرم إلا من جدة نقول عليك هدي. لما؟ لأنك تركت ميقاتك، تركت الميقات الذي يلزمك أن تحرم منه فعليك هدي. ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج أو العمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، من حيث عزم على الحج والعمرة يحرم منه. إذا كان سكنه هنا، سكنه في وادي فاطمة، سكنه في أي مكان بين مكة والمدينة، يلزم أن يرجع إلى الميقات ليحرم منه؟ لا، يحرم من مكانه. ولا يقال إن هذا المكان محرم أو ميقات، لا، هذا ليس ميقاتا وإنما هو مكان إحرام لأهله. فمن جاء من جهة رابغ أو ينبع أو نحوها وأراد أن يحرم من وادي فاطمة، نقول لا يا أخي، وادي فاطمة ليس ميقاتا. أماكم تقولون أنه إذا جاء من وادي فاطمة يحرم منه؟ هذا جاء من وادي فاطمة وله أن يحرم من مكانه. أما أنت فقد جئت من ينبع أو جئت من غيرها أو جئت من كذا، ما يسوغ لك أن تحرم من غير المكان الذي جئت منه أو من الميقات الذي تمر به. وإن كان دون ذلك من حيث أنشأ، حتى أهل مكة من مكة، متفق عليه، حتى أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، أهل مكة يحرمون بالحج من مكة، لكن إحرامهم بالعمرة لا، ما يسوغ لهم أن يحرموا مكة، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم صريح في أنه يلزم من أراد العمرة وهو في مكة أن يخرج إلى الحل، ومكة ليست بحل. فعندنا قوله صلى الله عليه وسلم فمن حيث أنشأ، حتى أهل مكة يحرمون من مكة،
وعندنا فعله صلى الله عليه وسلم لما رغبت عمره لما رغبت عائشة بالاعتمار قال لأخيها عبد الرحمن بن أبي بكر اخرج بها إلى التنعيم، لأن التنعيم في ذلك الوقت والآن هو أقرب الحل من مكة، أقرب الحل من مكة، ولهذا تجد التنعيم عامر بالمساكن كأنه خارج مكة وهو من مكة، كأنه مدينة خارج مكة، والصحيح أنه خارجها من حيث الحل، فهو من حيث الحل حل، فيجوز لمن أراد العمرة من أهل التنعيم أن يحرم من التنعيم، ويجوز لمن أراد الحل العمرة من أهل مكة أن يحرم من التنعيم. متفق عليه. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم رحمة الله عليهما. مفردات الحديث: وقت بفتح الواو ثم الفاء، مثنات مشددة بعدها تاء، أي حدد. قاتل حد الحد حدد لأهل مكة كذا، حدد لأهل المدينة كذا. نعم. أصل التوقيت أن يجعل للشيء وقتا يختص به. قال يختص به هذا، يختص بهذا الوقت، سواء كان وقت حدد له مكان في الزمن أو في المكان الوقت، الوقت أو الزمن، يقال حد المواقيت، حدد هذا الميقات، يعني حدوده في الزمن أو المكان، فحدد بين الوقت الذي يحرم منه الرجل. نعم. قال عياض: وقت حدد. ذو الحليفة بضم الحاء المهملة وفتح اللام تصغير حلفاء، نبتم للحليفة، حليفة بضم الحاء، قال بضم الحاء المهملة يعني غير منقوطة، ضم الحاء غير المنقوطة تقال لها سما مهملة، وإذا كانت حاء منقوطة يقال لها معجمة، معجمة. تصغير حلفة، حلفة حليفة، حليفة، فحدد هذا المكان ميقاتا لأهل المدينة. تصغير حلفاء، نبت معروف بتلك المنطقة وتسمى الآن أبيار علي، سمى الآن أبار علي، يعني اسم الصلاحي صار تخيرا غلب عليه هذا الاسم، لأنه يمكن كان فيه واحد اسمه علي وكان له أبار هناك فقالوا هذه أبار علي. وتبلغ المسافة بينها وبين المسجد النبوي 13 كيلو، يعني إنها قبل 13 كيلو، أما الآن ما في مسافة، كل البنيان إلى ذي الحليفة كله عامر. ومنها إلى مكة المكرمة 420 كيلو، 420 كيلومتر، يعني هي أبعد المواقيت من مكة، فهي أبعد المواقيت، وهي ميقات أهل المدينة ومن أتى عن طريقهم، من أتى عن طريق أهل المدينة سواء جاء من القصيم أو جاء من الرياض أو جاء من الشام أو جاء من مصر
أو جاء من أي جهة على طريق المدينة فيجب عليه أن يحرم من ميقات أهل المدينة. الجحفة بضم الجيم وسكون الحاء المهملة وفتح الفاء بعدها هاء، كانت قرية عامرة محطة من محطات الحجاج بين الحرمين، ثم جحفتها السيول فصار الإحرام من قرية رابغ الواقعة عنها غربا ببعد 22 ميلا ويحاذي 22 ميل تبعد الجحفة عن رابغ 22 ميل، والميل الواحد كيلو ونصف وزيادة قليل، يعني 1600 متر يعتبر ميل. ويحاذي الجحفة من خط الهجرة الخط السريع من المدينة باتجاه مكة، وتبعد عن مكة المكرمة 208 كيلو، يعني من الجحفة إلى مكة 208 كيلو. تعقيب: أصدر مجلس هيئة العلماء قرارا برقم 142 وتاريخ 9/11/1407، جاء فيه أن من جاء من ناحية الشرق أو الغرب يريد سلوك الطريق السريع متجها إلى مكة فهذا لا يمر بميقات، فإن ميقاته محاذاة الجحفة لكونها أقرب المواقيت إليه هو 208 كيلو، فإن كان أهله دون ذي الحليفة مما يلي مكة فهذا ميقاته موضع سكناه. جاء يريد مكة ولم يمر بميقات، فينظر إذا حاذ الميقات من جهة اليمين أو حاذ الميقات من جهة الشمال يجب عليه أن يحرم، ولا يلزمه أن يذهب إلى الميقات المحدد سواء كان رابغ أو الجحفة أو غيرها مثلا، وإنما ينظر في اتجاه إلى مكة. الله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، لا يقال لمن كان الميقات على يمينه بعيدا والميقات الآخر على يساره قريب بعيدا، ما يقال اذهب إلى أحدهما، لا، وإنما يحرم من المكان إذا حاذى أحدهما. رابغ: فإن كان أهله دون ذي الحليفة مما يلي مكة، مما يلي مكة أنا أقول له ارجع، أما إذا كان مكانه دون الحليفة مما يلي المدينة فنقول له لا تحرم إلا من الميقات الذي إذا حاذيته صح إحرامك المكان الذي تحرم منه، أما إذا كان المكان أمامك فإنك تحرم إذا حاذيته. رابغ: بلدة كبيرة عامرة فيها الدوائر الحكومية والمرافق العامة. قوله فيها الدوائر الحكومية والمكان العامرة هذا لا يدل على كبرها وصغرها، وإنما يدل على أنها تصلح للإحرام لأنها بلد كبيرة. وتبعد عن مكة المكرمة 186 كيلو، ويحرم منها من كان في شمال المملكة العربية السعودية وساحل المملكة الشمالي إلى العقبة. كل هؤلاء يمرون بها عليهم أن يحرموا منه، لأن هذا قبل الجحفة، فلا يجوز للإنسان يحرم بعد الجحفة، لا، وإنما يحرم مما إذا حاذى الجحفة أو حاذى البلدة التي قبلها.
ويحرم منها أهل بلدان أفريقيا الشمالية والغربية وأهل لبنان وسوريا والأردن وفلسطين. الشمالية والغربية هؤلاء يحرمون من الجحفة، أما الجنوبية فلا، يحرمون من يلملم، يحرمون من ميقات أهل اليمن. قرن المنازل بفتح القاف وسكون الراء ويسمى السيل الكبير، ومسافته بين بطن الوادي إلى مكة 78 كيلو متر. هذه بين مكة وقرن المنازل أو السيل أو وادي المحرم. وادي محرم هذا هو أعلى قرن المنازل، وهي قرية عامرة فيها مدرسة وتقع على طريق الطائف بين مكة النازل من جبل الكر، وأنشئ فيها فوق من جهة الجبل. أما الذي يأتي من السيل فهو لا يمر بهذه، وإنما هذه القرية قرية يمر بها الجاي إلى مكة من جهة الكر، من جهة قرن، من جهة الجبل. نعم. والوادي معترض مستطيل، طوله طويل، وكله محرم، وادي محرم. وأنشئ في هذا الميقات مسجد كبير فيه جميع مرافق من يريد الإحرام، ويبعد عن مكة مسافة 75 كيلو متر، وليس ميقاتا مستقلا. هناك فرق ناظر، ما هناك فرق بينه وبين وادي قرن المنازل. قرن المنازل 78 كيلو، ووادي المحرم 75 كيلو، بين 3 كيلو. 3 كيلو ليست فرق في المكان، لأن القرى متصل على مكة، يعني جاء من هنا صار 75، جاء من أسفل صار 78 وهكذا. وليس ميقاتا مستقلا، وإنما هو الطريق الأعلى لقرن المنازل. يعني ليس ميقات مستقل، وإنما هو جزء من طريق قرن المنازل، ولهذا حدد الله جل وعلا المواقيت بشيء مستطيل، ما يقال هذه النقطة هي الميقات، لا، ما كان وزانها سواء دخل بهذا الاسم أو خرج عن هذا الاسم فهو ميقات. من هذين المكانين يحرم كل من أهل جبال السرات من جنوب المملكة العربية السعودية، وكذلك ما وراءها من اليمن، كما يحرم منه أهل نجد وما وراءها من بلدان الخليج والعراق وإيران وحجاج الشرق كله. ليأتون من هذه الجهة يحرمون من قرن المنازل، يحرمون من قرن المنازل سواء ذكروا في الحديث أو لم يذكروا، لأنه إذا مر بهذا فيجب عليه أن يحرم، ما مر بهذا يجب عليه أن يحرم إذا مر بشيء من المواقيت. يلملم بفتح الياء المثنات التحتية، فلام فميم فلام أخرى ثم ميم أخرى، ويقال الململم، وسكان تلك المنطقة الآن يقولون يلملم. يلملم، وفيه يلملم كله اسم لهذه البلدة. وفيه بئر تسمى السعدية نسبة إلى امرأة حفرتها تسمى فاطمة السعدية.
ويلملم واد عظيم ينحدر من جبال السرات إلى تهامة، ثم يصب في البحر الأحمر عند ساحل يسمى المجيرمة. والاسم لهذا الوادي من فروعه حتى مصبه مكان الإحرام، منه الذي يمر طريق تهامة المملكة العربية السعودية، وتهامة من ضفته الجنوبية تبعد عن مكة مسافة 120 كيلو. وكنت أحد الأعضاء الذين وقفوا على صحة حده حينما أنشئ الطريق الساحلي. هذا يلملم كلفه فيه الشيخ عبد الله البسام والشيخ محمد السبيل ومجموعة من العلماء ينظرون فيما يحاذي يلملم، لأن الطريق ترك يلملم، فينظرون الطريق المحاذي ليلملم ليكون محرما محل إحرام لمن جاء من اليمن، وكلفوا الشيخ عبد الله البسام مؤلف هذا الكتاب، والشيخ محمد السبيل إمام الحرم سابقا، وغيره من المشايخ الذين ذهبوا ونظروا يلملم ونظروا ما يحاذيه من الطريق فسموا ما يحاذيه يلملم، وبقي الاسم على ما كان عليه. هن لهن، أي هذه المواقيت لهذه البلاد، والمراد أهلها، وكان الأصل أن يقال هن لهن، وقد ورد ذلك في بعض الروايات في الصحيح. إن لهم يعني لأهل المواقيت، ولهن للبلدان، والحكم واحد.